بن مهنا المحرمي هو من يسيطر بمقدمة الشوط وتنطلق مع الصدارة. المركز الثاني من ترافق شواهين في هذا الانطلاقة والمسار هنا، من تتقدم مع المركز الثاني وتنطلق مع شواهين. مشاهدين الكرام أرى القدوم هنا من جبارة خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، ولكن يبدو مشاهدين الكرام من تاتي وتنطلق لهايب سالم بن علي الوهيبي من تاتي مع المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصول هنا هملول عبد الله بن غصاب بن مصبح رعى الطيره العامري من تنطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام وانطلاق في هذا المسار هنا من تتدخل بكل قوه مع المركز الرابع. وصلت هنا مشاهدين الكرام شقره محمد بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم مشاهدين الكرام من تتقدم هنا وتنطلق حواس احمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، ومع المركز السادس وصول هنا وتقدم مشاهدين الكرام من شبه خليفه بن احمد بن سيف الرميثي مع المركز السادس. المركز السابع وحان دوره مشاهدين الكرام، ارى الانطلاق هنا والتقدم الممتاز من شواهين منصور بن سالم بن محمد المنصوري. وفي سابع المراكز قدوم مشاهدين الكرام من جبار حياب بن مطر بن سعيد الاكتبي، والمركز الثامن وصلت هنا وتقدمت بكل قوة تغير من الجزيرة. الجزيرة غادرت بالفوز والتحركات قادمة من جبارة، ولكن الجزيرة سيطرت مع الأوضاع، سيطرت مع السيارة، سيطرت مع الناموس. سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي سلام يا لقن سلام، واسعد الله مساكم يا خالي ميدان حمران على هذا الأداء المميز والإبداع المميز الذي تقدم الجزيرة. تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. المركز الثاني وصلت جبار خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي، والمركز الثالث واتت مشاهدينا الكرام المركز الثالث للاتحاد السهيل بن نصيب السهيل العامري. المركز الرابع وصلت المركز الرابع مشاهدينا الكرام الذيبة محمد بن سلمى المزروع. خامس المراكز كان من نصيب مصيح مبارك بن محمد بن نصر العامري. التوقيت الزمن الجزيرة 5:54 سبعا من الأجزاء. تهانينا وناموس لمالك الجزيرة سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. المركز الثاني 5 دقائق مشاهدينا الكرام 55 ثانية ثمانا من الأجزاء من اللي وصلت جبارة خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي. تهانينا وناموس من وصلت في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وتقدمت الاتحادية سهيل بن نصيب بن سهيل العامري. 5:56 سبعا من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء أسعد الله مسائكم.